مرحبا بكم متابعينا الكرام بعدد حبات الندى على أوراق الزهور أهلا وسهلا بمتابعين مدرسة أشتار الابتدائية الأهلية مرحبا بتلاميذ الصف الأول الابتدائي تلاميذ الأعزاء اليوم عندنا درس جديد راح أخليكم برفقة الفيديو شوفوا الفيديو وتعرفوا عليه وبعدين أرجع أقرأ لكم الدرس يلا حبايب الحلوين أريدكم وياي وأريد أنوه على نقطة مهمة حبايبي الحلوين من تشوفون الفيديو تهجوا وياي ماميات صوروا لي اياهم وهم يتهجون اريد اشوف يا طالب بعد لحد الان يتذكر ويعرف شلون يتهجى والمفروض هسه وصلنا مرحله صرنا كبار نتهجى اسرع يلا اولادي الكل يتهجى وياي اليوم الدرس مركزه جدا على التهجي وعايدت اكثر من مره اريد مشاركتكم وياي واكون ممنونه من متابعه الامهات اشكركم تلاميذي you wow. حبايبي الحلوين تلاميذ الصف الاول ابتدائي اليوم حنتعلم صوت حرف الاح مفروض نتعلم صوت الحرف ما نتعلم اسم الحرف اقرا لكم الدرس حبايبي الحلوين يلا الكل وياي انتبه يلا اولادي التلاميذ درسنا لهذا اليوم هو اول شيء قبل لا نبدا الدرس ننتبه كنا على هاي المؤشرات اللي هنا انتبه صديقي ماذا يدل هذا الشكل؟ هذا الشكل الصورة الأولى كما تلاحظون في الصورة الأولى لدينا حقل لدينا حقل شنو يعني الحقل؟ هو مكان للزراعة ننتبه على صوت الحرف حقل حقل نسمع صوت الحرف حقل هو حرف اح بعد ماذا يوجد ايضا غير الحقل فلاح هذا هو الفلاح فلاح الصوره الاولى لحقل هاي الصوره هي حقل الصوره اللي بعدها فلاح ننظر الى الفلاح ما هو عمل الفلاح عمل الفلاح هي الزراعه ماذا زرع هذا الفلاح يزرع القمح الصورة الأخرى ننتقل إليها صورة بقرة صورة بقرة انتبه للأسفل ماذا تعطينا البقرة ومن يجلس بجانب البقرة هذه هي فلاحة فلاحة انتبه للأح ما اسم هذه الفلاحة اسمها محاسن محاسن اسم مؤنث وهي تحلب البقرة تحلب البقرة لماذا تحلب البقرة؟ لتعطينا الحليب ح حرف الح انتبه عليه بقرة تعطينا الحليب ننظر إلى محاسن بهذه الصورة ماذا تفعل؟ لديها حصان ماذا لدى محاسن؟ لديها حصان ولديها حبل ننتبه حصان حبل تربط الحصان بالحبل تربط الحصان بالحبل وماذا تفعل أيضا؟ ماذا تفعل؟ أحسنتم وتقدم له الحشيشة، ننتبه ماذا يوجد بالصورة؟ الحشيش، إذا الصورة اللي بعدها تكلمت عن محاسن، وهي تربط الحصانة بالحبل، وتقدم له الحشيشة، إذا درس اليوم يتحدث عن فلاح، فلاح هي مهنة الزراعة، هذا الفلاح اسمه صلاح. فلاح صلاح فلاح، صلاح اسم مذكر يعني ولد، صلاح مذكر مفرد، صلاح فلاح، ننتبه على الشدة، الكلمات المشددة، يلا ننتبه أقرأ لكم الدرس، صلاح فلاح، صلاح. فلاح اذن هذا الشخص اسمه صلاح وعمله فلاح صلاح فلاح ما انسى التنوين عنده حقل ايضا تنوين ضام هذا هو الحقل عنده حقل ماذا يعمل في الحقل يزرع فيه القمح ننتبه لللفظ عليها همزة الوصل محاسن محاسن ننتبه لللفظ فلاحة ننتبه للشدة محاسن فلاحة تحلوب البقرة ننتبه الهمزة مال الوصل تحلوب البقرة تحلب البقرة تربط الحصان بالحبل تربط حصان بالحبل وتقدم له الحشيشة هذا هو درس اليوم أعزائي التلاميذ أحباء التلاميذ هسه هنتهجى كلمات الدرس لان ماميات هواي قالوا لي مدى يتهجون يلا رددوا معي صلاح فلاح يلا وياي حتى نحل الكلمه اص فتحة ص لا صلاح حن صلاح صلاح فلاح دفعة واحدة ف لا فلا حن فلاح ما ننسى الشدة صلاح فلاح أرجعتها جاهزة لا صلاح تنوين الضم صلاح ما هو عمل صلاح فلاح الكلمة اللي بعدها عنده حقل يلا وياي اقروا عنده حقل عي ان دا عند هو عنده هعيدها بالتحليل عين ان, ان عند هو عنده ح اق حق لن حق لن عنده حق لن عن عنده, عنده هو عنده حقل وراها يزرع فيه القمحة يزرع فيه القمحة رددوا معي ننتبه الهمزة وصل ما يصير أقسم فيه عن القمحة لأن أكو بيها همزة وصل يلا يا يز يزرع, يزرع يزرع فيه القمحة انتبه لي إلى فيه القمحة ي إز يزرع 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 في كسرة هي القمحة ننتبه على حرف الإه المكسور ويا كلمة القمحة صارت بلون واحد يعني تلفظ دفعة واحدة في القمحة ما نتوقف ليش ما نتوقف لأن أكو همزة وصل ننتبه ما يصير أتوقف لأن تت موصولة يزرع فيه القمحة ما يصير أقول يزرع فيه وأتوقف يلا أكمل القمحة لا دفعة واحدة يزرع فيه القمحة مرتبطة لأن عندها همزة وصل يلا اصدقائي التلاميذ بعد يزرعوا في القمحة ننتبه هتهجى الكلمة اللي بعدها يلا وياي اصبعك مؤشر انتظر الكل يلا حبايبي ردد وياي اريدك تتهجى ماما يزرع في القمحة الكلمة اللي بعدها يلا امي محاسن فلاحة تحلب البقرة يلا نتهجاها ما حا ما ح سي ما حاسينو سي ما حاسينو سي نو تحليب البقرة ما حا ما ح سي ما حاسينو سي نو ما حاسينو سي نو فلاحة ف لا فلا ح فلاحة تن فلاحة, فلاحة ننتبه فلاحة تنقر دفعة واحدة لأن عليها شدة محاسن فلاحة تحلو تحلو بو تحلو بو يلا مقطعية رح أعيدها ت أح تح لو تحلو بو تحلو بو كل مقطع يدل على لون جديد ت أح تح لو تحلو بو تحلو البقرة ما يصير أتوقف البقرة دفعة واحدة لأن عليها شدة تربط الحصان بالحبل العفو مشدة همزة وصل تربط الحصان بالحبل ما أتوقف يلا هسا لكم ياها تر, تر بي تر, بي تو تر بي تو. الحصانة بالحبل بدون توقف ليش لانه اكو همزه وصل تكون ممسوله دفعه واحده تربط الحصان بالحبل هسه احنا اصبحنا متمكنين ان نقرا وتقدموا وتقدموا اليه الحشيشه وتقدم إليه الحشيشة نركز على أدائنا للكلمات مع الحركات القصيرة يلا حبايبي ومع حروف المد والتنوين أو فتحة و تقدم وتقدم إليه الحشيشة لأن حتجيني بهمزة وصل وتقدم إليه الحشيشة يلا حبايبي انتبهوا لي هاي، هل... هذا يا حرف يا حرف هذا اسمه اح 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 فتحة شو حبايبي انتبه بلا فتحة هسه شنو بالفتحة شنو اح فتحة ح ح ح كسرة حي ح ضمة حو ح حي حو قصير بالحركات ح يلا اسمع من عندكم شو نسميه بالأحمر بالأزرق شو نسميه يلا والأسود يلا راجعوا وياي ح حي حو يلا نقرأ المقاطع الآن بالمقاطع يلا حبايبي معنا بصوت عالي ح ح ح نجيب الحروف هذا شكل الحرف لما يكون وسطي ننتبه الوسطي دائما فاتح ذراعاته من جهه اليمين ومن جهه اليسار اما في اخر الكلمه يكون متصل من جهه واحده لكن هو اخري بينما يكون اخري منفصل ما متصل هذا شكله هذا شكله انتبه هنا اخري لكن متصل صوته حي لكن باللون الاحمر حو يلا مع حروف المد اح ا آه شوف شلون حيكون كبير اطول حا مو مثل الفتحه ح ح ويا الياء حي حي حا باللون الاحمر اح آ حا باللون الأسود حي إح أو حو أحو حو يلا ننتبه ح. حي واللون الأزرق حو يلا أريدكم أحدكم تقروها نشوف طريقة كتابة الحرف الأولي شوف شلون يقعد على الخط هذه هي الطريقة الصحيحة شلون يوضح لنا من نبدي من كتابة الحرف شلون نقعد على الخط بعد الآخر شلون ينزل يلا حبايبي حبايبي الحلوين أرجع أتهجى الدرس لأن أنا دا أشوف الأمهات دا تعاني من التهجي وأنا عندي أبطال إحنا بنتحديهم نريد إحنا صف الأول أفضل الصفوف يلا الكل يتهجى وياي ص فتحة ص لا ص لا حن صلاحٌ، صلاحٌ اسم مذكر مفرد يعني واحد فقط، ما هو عمل صلاح؟ أخذنا بالدروس السابقة نبيل بقال، وأخذنا بالدروس الباقية أيضاً هواي مهن مثل نادر بزاز، وقدوري وزان، اليوم حنتعلم مهنة جديدة اللي هي فلاحٌ، صلاحٌ فلاحٌ، فلاحٌ يعني مثل ما موضح عندنا هنا بالصورة. يعني يقوم بواجب الزراعة والحصد مال المزروعات، فلاح نقراها مرة وحدة من نقطعها مادام عليها شدة، فلا فلاح فلاح، صلاح فلاح، صلاح فلاح، اللي بعدها عنده حقل، أخذنا عنده بدروسي السابقة، اع كسر عي عين دا, عين دا هو عنده حقل هذا هو الحقل هو مساحة كبيرة للزراعة وأيضا تعلمنا بالدرس السابق البستان وشكل البستان وشفنا اليوم حنتعلم الحقل، مساحة كبيرة يتم زراعتها بالمحاصيل الزراعية تسمى حقل، نتهجاها ننتبه على الحرف الملون هذا حرف الجديد، فتح ح فتحة ح ح إق حقل ح ح حقل. يزرع فيه القمح كلمة يزرع أيضا مو جديدة علينا أخذناها أبي يزرع الوردة ويزرع الفلفلة ي يز ي إي فتحة ي نلفظها دفعة واحدة يلا نكمل أمي فيه القمحة فيه الفضه راسه ورا القمحه بدون ما اتوقف غلط اقول يزرع فيه القمحه لا دفعه واحده لان فيه والقمحه مرتبطه بهمزه وصل الالف هنا ما الفضه يزرع فيه القمحه ي از يزرع يزرع فيه القمحه اف اي في أخذناها بدرسنا السابق بحروف الجر إف إي في لها إه كسرة هي أصبحت فيه القمحة إل القى 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 م القمحة القمحة محاسن محاسن فلاحة، أكو بعض الكتب حتجي محاسن مضمومة. محاسن اكو تجي محاسن محاسن فلاحة هذه هي محاسن وضحت لكم اياها نتهجاها ام فتحة م حا محا سي محاسي. ان محاسن فلاحتون. مش دودة دفع فلاحتون. فلا فلاحة مشدودة اللفظ دفعة واحدة فلاحة ف لا فلا ح فلاحة تن فلاحة ننتبه هنا عندنا إح فتحة ح إح أ ح م ح شنطة اللفظ كبيرة م ح لكن إح فتحة ح ح فلاحة ح محاسن فلاحة تحليب البقرة ت ت إح تح لو تح تحلو بو تحلو البقره دفعه واحده تحلو البقره لماذا أتت همزة وصل إذاً هذا مؤل التعريف ت اح تحلو بو تحلو البقره ال ب ب ر البقرة ت البقرة تا تربيط الحصان بالحبل ت ر تر تربيط تربيط انتبه همزة توصل إذا ما نتوقف تربيط الحصان بالحبل ت ر تر ب تربيط تربيط، أ ال تربيط الح ح ص صا بالحبل وتقدم له الحشيشة، أيضا همزة وصل ما يصير أتوقف له الحشيشة دفعة واحدة. وتقدم له الحشيشة يلا حبايبي نكتب الدرس كلكم وياي خلوكم يلا الكل وياي حبايبي الحلوين نبدي بالكتابة قصة فتحة ص ص باعوا القصة شلون الها رقزة صغيرة لا صلا ننتبه حرفنا الجديد حن صلا حن ص لاحٌ ما هو عمل صلاح فلاح اف فتحة ف لا فلا حن فلاح انتبه هنا أنا أتت حن ما هو صوت الحرف هنا حن صلاح فلاح حن عنده حق لون. يلا نتهجى وياية اع كسر عي ما تنزل من الخط ان عن ب عن كل شيء ما ينزل من الخط هو عنده عنده حق لون اح فتحة ح اح فتحة حا ما افتح الاح شويه منا اسده شويه اسده اح فتحه ح اق حق لن حق لن حق لن انتبه هنا, هنا الاح اجت بالفتحه اح فتحه ح يزرع فيه القمح يلا نكمل درسنا يزرع إي فتحة إز يز ر يزرع عو يزرع فيه إف إي في أخذناها بدروس السابقة اللي تعتبر في حرف جر بس راح أكمل الكلمة ما تعتبر حرف جر إف إي في إه كسرة هي في هي القمحة أل... ، ال، عليها همزة وصل إذا هي ليست ال للتعريف. ق، الق، م، القم، القم، ح، القمحة، ننتبه القمحة. هنا الأحجة بالفتحة، ح، القمحة اللي بعدها حبايبي محاسن فلاحة، أكو كتب موجودة محاسن، هسا أنا عندي محاسن إم فتحة م ح، ننتبه الحاء هنا شلون إجتنا، ما ح سي محاسي إن محاسن فلاحة ف لا فلاح فلاح ح ح فتحة ح فلاحة، فلاحة،, فلاحة, تن فلاحة تن محاسن مؤنث يعني بنية فلاحة، تن ليش ما قلت فلاح هنا إجتنا صلاح فلاح، فلاح مذكر، بينما محاسن مؤنث هي بحاجة إلى تاء التأنيث. فلاح نفسها أخليلها التن تن، فلاحة، إذا بكلمة محاسن أخذنا مقطع ح م ح م ح، لاحظ الفرق، ح محاسن، فلاحة، أخذنا مقطع ح فتحة ح ح ح، ح, ح. شلون أمدها طويل ح ح. محاسن فلاحة تحليب البقرة يلا نكتب سوا ت فتحة ت إح تح لي تحلو بو تحلو بو ت فتحة ت إح تح هنا الإح ما اجى أي حركة فارغ تحلو تحلو بو تحلو بو البقرة ال عليها همزة وصل إذا هو أ ليست ال التعريف نقرأها دفعة واحدة بدون توقف تحلو البقرة بدون لفظ ال أ تحلو بالبقرة ب الب ق البق ر البقرة ت البقره ت تربيط الحصان بالحبل ت بي تربي تربيط الحصانة تربي الحصان هنا ال عليها همزه وصل اذا هي ليست ال التعريف نقراها دفعه واحده تربيط الحصان تربيط الحصان بدون ما أتوقف والام تربيط الحصان انت لحي جتي بالكسرة. لحي صا الحصان ن الحصان بالحبل بل ح بالح ب بالحب لي بالحب اذا اتت هنا الحصان اح كسرة حي اح كسرة حي اح فتحة ح, ح ح حصان حبل حصان حي حبل ح وتقدم له الحشيشة و فتحة و ت فتحة ت ق تو تو بالضم تو قد تو قد مو تقدمو الفتحة لا هو لا الحشيشة همزة وصل له الحشيشة ما نتوقف له الحشيشة الآن هنا ما موصول له الحشيشة الح نأتت بالفتحة شي الحشي الحشيشة الحشي من هذا الدرس تعلمنا أح آخرية وأيضا تعلمنا أحة أولية هذه طريقة الكتابة الصحيحة من الأعلى نقطة البداية اح آخرية وهذه أحة أولية حبايبي الحلوين انتبهت أكو يسووا لي الأحا كذا ما أحتاج ألوي الحد هذا الحد هذه غلط هذه غلط هيك ملوية لا هذه أحة آخرية أحة آخرية أح آخرية ولا أحتاج أقدمها زايد عن اللزوم تطلع زايد لا هنا ما تجلس عن الخط هواي ما تجلس بس نرسم لها الراس منا نبدي ننزل ما أكمل وأقعدها على الخط مسافة يلا تنزل لا هاي غلط أول ما أرسم الأح أسويها مثل الأولية أتوقف لهنا أرسم البطن مالتها أح آخرية أح آخرية اح اخرية اما الاولية شوية اريدها تغلقوها مو هواي شوية اريدها تغلقوها قليل ما اريدها حيل مفتوحة مثل الد لا ماما شوية نغلقها اح اولية شوف شلون تنكتب هاي طريقة الكتابة اح آولية. اح اولية اح اولية اح اولية اح اولية تعلمنا اليوم اح اخرية اح اولية حبايب الحلوين أريد من عندكم كلمات تحتوي حرف الحاء انتم انطوني كلمات ما أريدها موجودة منا كل واحد يكتب لي اسمه ويكتب لي كلمة تحتوي حرف الحاء أريدكم انتم من نفسكم تقولوا لي ما أريد واحد يرد لكم وأريدكم تتهجون الدرس هواية حتى الخميس أسوي لكم منافسة وأريد أشوف من اللي يتهجى الدرس أفضل عفية بحبايبي الحلوين نكتب الدرس مرتين وكذلك نكتب كلمات الخاصه بالدرس من نشاط الكراس حبايبي الحلوين وان شاء الله انتظركم الخميس بمسابقه حلوه ونتونس بها كنا الى اللقاء